في منتخبات في الجزائر واول بطوله عرب في مصر، والسنه دي المره الثانيه على التوالي اول بطوله عرب في تونس. طبعا احنا عشان اوصل لكل دوت انا اللي هحكي بس اللي حصل معايا السنه دي، وطبعا ده تعب سنين مش تعب سنه واحده، بس احنا الحمد لله اتمرنا وجبنا اول الجمهوريه السنه دي. طبعا بورسعيد متعوده مني على كل ده السنه على ده، وبعد ما جبت اول جمهوريه طبعا كابتن حسين اخدني واحنا المعسكر اتمرنا شهر كامل، وبعد كده رحنا البطوله جبنا ترتيب عام اول على تونس او احنا على ارضها. الحمد لله احنا بنعد من هو عنده 6 سنين، يعني هي مسيره صعبه شويه وحلم، وما زال الحلم قائم ان شاء الله. ان شاء الله باذنك يا رب لغايه ما نحقق ميداليه دوليه باذن ربنا في بطوله عالم ان شاء الله باذنك يا رب هيحصل، لان ده حلمنا واحنا وراه دلوقتي بعدين، ده حلم احنا يعني ده هدفنا ان شاء الله شغالين عليه.